تعالوا ارجع مع حضراتكم كمان لمرحلة مهمة، مش بعتبرها مرحلة ثانوية، ولكن هي تعتبر المرحلة الثانوية ضمن المشروع الأكبر أو المبادرة، مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي، وهو البدء في مواجهة المرض من سن مبكر. امبارح وزارة الصحة والسكان أعلنت عن بداية المسح الطبي لطلاب المرحلة الثانوية، ودي ضمن المبادرة زي ما قلنا لكم، مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي والكشف كمان عن الأمراض الغير سارية تحت شعار 100 مليون صحة. اللي هيتابع ده مع مطلع شهر ديسمبر القادم إن شاء الله بإذن الله، بالتزامن مع يعني ده بيأتي بالتزامن مع المرحلة الثانية في المبادرة الرئاسية. دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان قالت إنه القائمين على المبادرة الرئاسية بينسقوا دلوقتي مع وزارة التربية والتعليم عشان يتم عمل فحص سريع لطلبة المدارس، فمش عايزين حد من الناس يقلق. أنا هبقى أقول يعني مش عارفة، أنا كنت عرضت لحضراتكم قبل كده، انا رحت عملت الكشف ده، ناس كتير كانت بتسال بياخد وقت قد ايه، بياخدش دقايق بمعنى الكلمه، لانه الدوله مستعده، وزاره الصحه باجهزه كشف سريع، كشف سريع جدا عباره عن نقطه دم واحده بتتاخد من كل طالب، بتتحل النقطه دي عشان يتم الكشف عن تواجد الاجسام المضاده لفيروس سي ولا لا، أو لو لا قدر الله هذا الطالب عنده الاستعداد للإصابة مثلا بالسكر. على فكرة السكر مش معناه إن إحنا برضو دي من ثقافتنا الغلط إن أنا ألاقي السكر مرتفع، ده في مؤشرات ممكن تدل على إن أنا شخص ممكن أكون عرضة أو معرض إن أنا أصاب بالسكر، ضغط الدم، السمنة، وده كله هيتم داخل المدارس بالتتابع، يعني مش هيعطل الطلاب خالص عن الدراسة ولا في أي حاجة، الموضوع كله 10 دقايق مش أكتر، يمكن أقل. الوزيرة كمان طمنت أولياء الأمور إن مفيش أي مبالغ عشان الإشاعات، الحمد لله إن الوزيرة سبقت عشان بقلق من موضوع الإشاعات، مفيش أي مبالغ هيتحملها أولياء الأمور أو أي مبالغ مادية مقابل إنه يتم الكشف على الطلبة. الدولة ملتزمة بتحمل كمان نفقات العلاج لو لا قدر الله حد محتاج له بالمجان، وده اللي الرئيس قاله. المبادرة دي بتستهدف 6 مليون طالب ضمن عملية المسح الشامل للمصريين للكشف عن المرض وعلاجه. مهمة قوي يا جماعة جدا ان احنا يعني نخلي ولادنا نروح نطمن على صحتهم، مهم قوي الموضوع على فكرة، مش ولادنا بس، الكبار والصغيرين بس كمان الطلاب. احنا بنقول 100 مليون صحة، فهنا مفيش تمييز، مفيش تمييز بالراجل وست، كبير وصغير، مفيش تمييز، طالب او مش طالب مش هتفرق، المهم ان احنا نطمن على صحة المصريين كلهم. ان شاء الله يا رب يطلع كله خير.